في أكثر من حالة إنسانية عرضت خلال هذا الموسم من برنامج للنشر، كانت لجمعية بنين 313 اليد البيضاء التي امتدت لبلسمة الجراح أو رفع المعاناة ونصرة المظلوم. فمن الشخص الذي أحرقته زوجته بماء النار، نحن رح نكون معك ورح نقوم بواجبنا إن شاء الله ونعمل عمليتين جراحيتين قد ما بلغ هذا الموضوع تكلفته المادية معنا يمشي. إلى العائلة التي حاول رجل سبعيني النصب عليها بحجة علاج ابنها، نحن إن شاء الله تعهدنا نقوم بكل علاجه لمحمد، مش بس بالعملية المطروحة، بعمليته لمحمد وبعلاج الفيزيوتيرابي تاعه وأي شيء بيتطلب لمحمد يوقف عجره بتحقق أمنياته وأمنية أهله نحن ما حنقصر فيها نهائيا. وصولا إلى إعادة ترميم أحد المنازل بعدما تعرض لحريق ولم يكن أمام صاحبه إلا النوم في العراء لولا مكرمة هذه الجمعية. لما تلقينا خبر احتراق بيته الأستاذ فيصل غندور طلبت من المعنيين بالجمعية يتحروا عن الموضوع وتعاطينا بالملف مثله مثل أي عائلة بتطلب مساعدة من الجمعية. ولا تنتهي الحكاية مع جمعية بنين 313 عند هذا الحد، لأننا استطعنا معها إنقاذ العديد من الحالات بعيدا عن عدسات الكاميرا، لأن العطاء كما نفهمه وتفهمه الجمعية يحتاج أحيانا إلى الكتمان حفاظا على مشاعر الناس. هلا اخر شغله طمعانين فيها ما شو بدك تعمل يعني نحن شو ما تقولي ما في شو بدك تعمل يعني لا انت ولا برنامج النشر. انا جدا سعيده انه حضرتك معنا اليوم. انا سعيد بالاكثر وبدي اقول انه عن جد انه طلبت من الشباب نحط الاشياء اللي عملتها تصور انه ما قادرين نحصرها كلها. هذا كله واجب، نحن ما ضروري كل شيء نقوله يعني هذا واجبنا اللي عم نعمله، يمكن مشان هيك الله بارك بالجمعيه. يعني استاذ محمد انا بدي اطلب الطلب الاخير كمان هلا نسمع عبد الرحمن بعد ما جيتوا لعنا، بس اعطيني رسالتك للجمعيات اللي احيانا بتحكي وما بتعمل او الجمعيات اللي فاتحه وكانها هلا انا ما قلي على الجمعيات اللي بتعمل، يمكن المواطن بيشوف انا قلي تفضل. انا قبل كل شيء بدي اتشكرك ريما ونحن هلا وبعدين رح نكون معك كجمعيه بنين 313. وبالنسبه لحالي انا اجاني متبرع من الاعضاء جمعيه، ما عندنا اي مشكله رح نعطيه السبور الكامل له ولاولاده وما في اي مشكله. نحن كجمعيه لا لا هذا كله واجب. نحن كجمعيه بما انه صرنا معروفين بلبنان صرنا 3 سنين يمكن، بس صار في اذا بدك نشاط زياده عن اللزوم، يمكن لانه رفعنا شعار منذ البدايه انه لا للطائفيه لا للمحسوبيه ولا للمناطقيه. هذا الشعار انا بعتبر انه رب العالمين باركه، لأن اليوم لما تكون جمعية بلبنان عم تشتغل بغض النظر عن طائفته وين بينتخب وين ساكن ولا مين محسوب، بيشتغل لإنسان كإنسان، أنا بعتقد اليوم هذه فيها بركة وشفناها. وبظرف 3 سنين نحن صرنا كجمعية مسجل عندنا 660 عائلة نعم بكل مختلف المناطق اللبنانية، والحمد لله جهود شخصية من أعضاء الجمعية مني ومن الأعضاء من هون كنت أسألك أنه مصادر تمويل الجمعية 100% أنا بهمني يسمع الكل اليوم. نعم اليوم كل بيتسألوا كيف هالجمعية كبرت وكيف صار عندها المصادر كلها. اليوم نحن ما عندنا انتماء لأي حزب أو حركة بلبنان أو خارج لبنان، ما بيجيني دعم من لا بالدولة اللبنانية ولا من دول أجنبية. نعم لا بل اليوم جمعية قامت على علاقات مع مغتربين بمختلف المناطق اللبنانية، وانا في سمي للشفافيه مش ما يقولوا وين هالمغتربين، عندي بكينشاسا مثلا بالكونغو، عندي احمد بادوم من كبار التجار، عندي عصام احمد، عندي بابيجون حسن عيساوي، عندنا بلايبيريا عبد الله شحنه وامثالهم بمختلف بالخليج وبلبنان. هول الجماعة امروا بنفس النظره اللي انا بلشت فيها انه لازم يكون في جمعيه تساعد المستضعفين اللي عن جد مش منتمي لحدا. اليوم بتكوني انت مش منتمي لحدا بتروح عليك بلبنان. ايه مزبوط مزبوط، اذا قبضوك انه انت اصلا مش منتمي بقوله تابع على حدا بتاخذي كل شيء بدك اياه. فنحن اليوم الحمد لله عم ندور عليهم هول عم نلقطهم، مين ما عنده ظهر بهالبلد، مين ما عنده دواء، ما عنده اكل، ما عنده ما قدر يتعلم، ما قدر يتحكم، ما قدر يقعد ببيت،
عم نشتغل على كل شيء، يعني تقديماتنا الاجتماعية بتشمل كل شيء. أنت كنت تعرفنا قبل ما تخلص الفقرة حتى اللي فيها أي نوع من الحاجة موجودة بحالات معينة عنا، وأنا شو ما قلت يعني شكر لكم من كل الفريق لأنه هيدي إنسانية جدا عالية. لا الحمد لله الحمد لله. نحن رح أكون معك قلت لك فيك تعتبر في حدا بظهرك، يعني يمكن أنا وياك ما تعرفنا على بعض قبل، وأنا حابب زي ما أتعرف عليك شخصية لأنه دائما الحالات اللي بتاخذها ريما أنا معك بعرف كيف بتنقي الحالات، حالات البرنامج وحتى أسرة البرنامج يعطيهم ألف عافية. يعني ضمن أسرة البرنامج أنتوا على كل حال أنا بعتبر حالي من البرنامج، قلت لهم يا للشباب قلت لهم يعني شو بدكم كنيو تي في وكبرنامج للنشر نحن شراكة ما في أي مشكلة. أهلا وسهلا فيك وشكر لك كبير من كل الحالات كمان اللي مرقت معنا وساعدتها ابتداء من أول حالة ريما. أنا بدي أشكر لأنه نحن مش لحالنا وقفنا فضل. حتى محمد عطية بعلاجه اليوم وزارة الصحة ساعدتنا مستشفى اليوم سان جورج كانوا عن جد محمد عطيه هو الشاب اللي كان عنده سيدة واللي عالجته بعيونه حتى شاب عنده سيعة نحن بالرغم بالرغم من اللي صار معه ونحن معتبر إنسان فينا نعطيه فرصة تانية فنحن وقفنا طبعاً. معه وساعدنا للأخير وأنا بتشكر كل واحد عم يوقف معه حتى الصليب الأحمر كان يعني يوميا ياخده ويجيبه ما كان أخذ منه ولا شيء مش مستغرب. فالحمد لله حلو انه هذا التعاون كلياته بنحيي كل الاشخاص والمؤسسات اللي ذكرتهم الصليب الاحمر والاشخاص اللي حكيت عنهم كمان أكيد. واهلا وسهلا فيك ونحن طمعانين وموعودين مثل ما انت قلت مسجله صارت 100% اهلا وسهلا فيك. وبدي بس اقول شغله صغيره ست ريما نحن في بعض بيتساءل عن اسم الجمعيه انه يمكن اسم ذو طابع كان بدي اسالك انه لا انا بحب ايه؟ انا يا ريت اعطي طابع معين انا بدي احب اقول اليوم في مؤسسه كبرى دوليه اسمها الصليب الاحمر العالم يمكن اول ما بلش كان تنظر انه صليب يعني هذا يمكن مسيحيه او في تطرف او في ديانات اليوم مش الاسم اللي بدك يعكس اليوم التطبيق العملي اللي عم يعكس انا اليوم حامل رساله ثقافيه من ام البنين يمكن لنقدر نطبقها على كل العالم والحمد لله عم نعكس صوره مزبوطه فرسالتنا ان شاء الله ثقافيه لنفرجي انه الكل للكل على كل حال الاسم هو بيضم كل الاشخاص اللي بيحبوا بعض وبيأمنوا انه الله واحد بالاخر يعني اهلا وسهلا فيك ميرسي كثير كلك ذوق